مظلوم كبير وكبير من تنفسه بدون خطر. ونحن كنا على الدوام حريصين على تطبيق هذه العلاقة الخاصة جدا يعني بين قطر والسودان. وبنفس القدر الذي تجد قطر فيه قبولا كبيرا في السودان، يجد السودانيون هنا في قطر قبولا مماثلا على مختلف المستويات. ولا اريد ان اتحدث كثيرا عن المحنه التي نعيشها جميعا ويعيشها اهلنا في السودان، ولكنني اريد ان اشير الى بعض النقاط التي اعتقد انها على درجه عاليه من الاهميه واشار اليها عدد من المتحدثين. انه يعني لا بد من جهد اعلامي مرتب لمحاوله ضحك المحاولات اليائسة لقتل الشخصية وتشويه التنظيمات السياسية المدنية وشيطنة الأحزاب من قبل الفلول وبقايا النظام السابق. واعتقد انه هذا يستوجب من الحرية والتغيير المجلس المركزي المزيد من الجهد والمزيد من الفعالية والمزيد من الابتكار لاستخلاص تجارب جديدة. واعتقد انه الى جانب كل ذلك الدبلوماسيه الشعبيه التي يعني كان ابتدرتها الروابط المهنيين في دوله قطر ان تتواصل هذه الجهود في على مستوى تقديم المساعدات للمحتاجين في السودان من مختلف المناطق ومن مختلف الاحتياجات الانسانيه العاجله. زي ما أشار كثير من المتحدثين إنه هذه الحرب ستتوقف يعني طال الزمن أو قصور، لكن نأمل ألا يطول الزمن حتى لا تطول معاناة أهلنا في السودان. وهذا جهد جماعي مشترك، وأتمنى ألا تتوقف يعني هذه التواصلات مع الجاليات الموجودة في منطقة الخليج فقط. اعتقد انه الجاليه السودانيه في الولايات المتحده الامريكيه في كندا وفي بريطانيا وفي اوروبا لها دور مؤثر كبير جدا، لكن هذا الدور تراجع او بقى غير مسمور في الاونه الاخيره. فيمكن تجديد القنوات والتواصل معهم لانه سيكون لهم دور فعال جدا في تطمين الناس بانه المستقبل سيكون افضل وانه السودان سيعاد بناؤه رغم الدمار ورغم الخراب الكبير الذي حاق الجميع. وشكرا جزيلا.